بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خلينا نبلش بالشابتر الثالث اللي عندنا من المادة اللي هو شابتر الفيكتور المتجهات. قبل ما نبلش بالحسابات خلينا نعرف تعريفين بسيطات ممكن يجوا معنا بالامتحان اللي هما سكيلر كوانتيتي وفيكتور كوانتيتي. كوانتيتي معناها كمية، سكيلر قياسية، فالأولى بيكون معنا كمية قياسية والثانية كمية متجهة. شو الفرق بينهم؟ أول إشي تعريف السكيلر كوانتيتي، كوانتيتي ذات هاز ماجنيتيود أونلي، يعني إنه عندها فقط قيمة. أما الفيكتور كوانتيتي ماجنيتيود أند دايركشن. فالفرق بينهم إنه الكمية القياسية بتكون عبارة عن رقم دون اتجاه، يعني ما بنقدر نحكي يمين شمال فوق تحت. أما الفيكتور كوانتيتي في لها قيمة ولها اتجاه، مثلا نقدر نحكي إنه تسارعه 4 لليمين 4 لليسار مثلا زي الفيلوسيتي. وفي أمثلة عليهم بدنا نحفظها زي السكيلر، عندنا تايم، عندنا ماس، عندنا ديستانس، عندنا وورك، عندنا سبيد. الفيكتور اللي هي المتجهة عندنا فيلوسيتي، اكسلريشن، وديسبليسمنت. هون زي ما عرفنا بالشابتر الثاني ديسبليسمنت عندنا ممكن تيجي مثلا يعني زي سالب أو نذكر لها اتجاه، أما السبيد اللي تعتمد على الديستانس ما بهمنا الاتجاه تاعها. طبعا هون ممكن يجيك سؤال بالامتحان مثلا بجيب لك 4 خيارات بقول لك أي واحدة منهم مش فيكتور، بكون ذكر لك velocity, acceleration, displacement، وبحط لك كمية قياسية بينهم وبقول لك أوجدها. خلينا نيجي هسا للشابتر ونفوت فيها بشكل ممتاز. أول إشي بيكون في عنا تعريف البولر كوأردينيت، وثاني إشي الكارتيزيان. فشو البولر وشو الكارتيزيان؟ أول إشي البولر كوأردينيت بتكون عنا عبارة عن R وثيتا. الار شو هي؟ الار هي عبارة عن الريزلتنت اللي عنا، الثيتا هي الزاوية اللي بنحسب عليها. نرسم بهذا الشكل، هاي الار اللي هي المحصلة وهي الزاوية اللي عنا. الكارتيزيان بنعمل تحليل للار وللثيتا يعطينا اكس على الاكس اكسس وواي على الواي اكسس. المعادلات اللي عنا هون كوساين الزاوية احنا زي ما بنعرف المجاور على المقابل، المجاور هو x و r المقابل اللي هي المحصلة. ونظبط قانوننا ونخلي x موضع قانون، يصير عندنا r كوساين الثيتا عبارة عن x، والواي بدل الكوساين بصير عندنا ساين، r ضرب ساين بيعطينا y. هسا مثلا كان هو معطيني y و x وقال لي أوجد الزاوية، بدي أعملهم tan inverse y على x. ويفضل بالحالة هاي إني أخذ المطلقة تاعت الواي على المطلقة تاعت الإكس داخل التان. أول إشي أنا بروح لما أخذ المطلقة بطلعهم، أكيد حتطلع معي الزاوية بالربع الأول لأنه مدخل قيمتين موجبات زي ما نعرف إحنا بالربع الأول عندنا إكس وواي موجبين، وبعديها منشوف الزاوية بأي ربع بتهمنا. الزاوية بالربع الأول نخليها نفسها، بالربع الثاني نطرحها من 180، بالربع الثالث منزيدها ل 180، بالربع الرابع بنطرحها من 360. هون عندنا ملاحظة مهمة انه بقولنا انتبه لمحور الزاوية، تمام؟ يعني بدي انتبه الزاوية مع اي محور جاي عندي، هل هي مع الاكس او مع الواي. طبعا هذا الاشي حيفرق توزيعة الساين والكوساين للزاوية. واحنا زي ما بنعرف انه الزاوية وين ما بتنام بتاخد جيب التمام، هاي خليها في بالك. وخلينا نشوف شو الفرق بينه. هسا الزاوية لما تكون على الإكس أكسس، الإكس أكسس بأخذ الكوساين، لما تكون على الواي، الواي بأخذ عنا الكوساين، والساين بصير عنا بالعكس. طبعا في حال إنه جاب لك سؤال الزاوية كانت على محور الواي تقدر ترجعها على إيش؟ على الإكس. مثلا أعطاك هون رسمة، هون هي قيمة R، وهون أعطانا مثلا 40، بدي ارجعها لوين؟ بدي انا بدي هاي. فشو بتصير عندي؟ 90 ناقص 40 بتطلع معاي قيمة الثيتا هاي. وبعديها بقدر احل على ايش؟ انه r كوساين ثيتا، تمام؟ لانه زي ما بنعرف انه كوساين 40 تساوي ساين 50 لانهم مكملين لبعض. فانت لك حرية الاختيار، تخلي 40 على الواي وتاخذ الكوساين للواي، او تجيب المكمل اللي هي هون اللي هي 90 ناقص 40 وتخلي الكوساين للاكس.
هسا هون عندنا أول مثال معطيني اف اكس واي تساوي 5 سالب 3، طلع ال r وطلع الثيتا. ال r اللي هي resultant، الثيتا اللي هي direction أو ال angle، direction of resultant. تمام. هسا هو ايش بده؟ بده ال r. كيف بطلعها؟ بحط تحت الجذر ال x تربيع زائد ال y تربيع اللي هي 3، بربعهم تحت الجذر، بطلع القيمة اللي بتطلع معاي عبارة عن 5.8. هسا ركز معاي منيح بالزاوية، لأنه بدنا نحدد أول إشي الربع اللي إحنا فياته بعدين نطلعها. هسا كونه الـ x موجب والـ y سالب، فأنا بشتغل وين؟ على الربع الرابع. وإحنا اتفقنا إن الربع الرابع 360 ناقص الزاوية اللي بتطلع معانا. أول إشي بنجيب tan inverse، هذا قوس هون، نحط y على x، نسكر القوس، بتصير عندنا tan inverse، أهم إشي تنساش إنه ناخد مطلقات، 3/5، وبتطلع الزاوية معاي 31. هسا أنا الزاوية طلعتها هاي زاوية المرجعية. حلو. لو كان الـ x والـ y عندي بالربع الأول خلاص بكمل عليها وبعتبرها هي اللي عندي، لكن كونه مش بالربع الأول فبدي أشوف هي بأي ربع وكيف بدي أحولها للزاوية اللي بتهمني. هون الربع الثاني قلنا نطرح من 180 عند 3، هون نضيف 180 عند 4، إيش نعمل؟ نطرحها من 360، فبصير عندنا 360 ناقص 31، تطلع معانا الزاوية 329. فتمام. خلينا نركز بالزاوية منيح، لأنه ممكن يجيك سؤال زي هيك يكون في بالخيارات 2 عندنا 5 8، هذا محلول صح، بس عندك مثلا 31 عندك 329. فانتبه بأي ربع عندك، حدد بالأول مين موجب مين سالب، ومن خلالها بنعرف بأي ربع. بعديها بندخل هون المطلقات، نطلع الزاوية، بعدين بنحولها للربع اللي عندنا. نيجي للمثال الثاني اللي عندنا نفس فكرة السؤال اللي قبل، لكن بالعكس، قبل شوي كان بده ار ثيتا، هسه هو معطينا اياهم. هسه أول شي بدي انتبه للار والثيتا اللي معطينا اياهم، بطلع على الثيتا بلاقيها بالربع الثاني. فخلينا نتفق انه الاكس لازم تطلع معانا سالب والواي موجب، لانه بالربع الثاني هان اكس سالب وواي عندي موجب. بحط قانون الاكس والواي، ار كوساين واي ساين. تمام. هسه العشرة بنزلها ما فيها اي مشكلة، لكن هسه الكوساين بدي احط 130 ولا 50؟ حط اللي بدك اياه ما حيفرق، لانه لو حطيت 50 وطلعت معك القيمة موجبة، انت عارف انه احنا بالربع الثاني ولازم تحط سالب. لكن انت عشان ما تنسى خلص عوضها على طول، 10 كوساين 130 بتطلع معك سالب 6.4، والواي على الجهتين بدها تطلع معانا موجب فما فرقت. لكن اذا انك عوضت 50 تذكر انه احنا بالربع الثاني وحط السالب لل 6.4. نيجي هسا لخصائص المتجهات. اول اشي بتقبل الضرب بالثابت، مثلا هان عندنا كانت a x i y زائد واي جي، نقدر نضرب هذا المتجه كامل بثلاث. طبعا هنا الاي عندنا لمحور اكس والجي عندنا لمحور الواي، نقدر نجمع المتجهات ونطرحهم. مثلا عندنا هون مثال اي 3i زائد 4j، اتفقنا اي اكس جي للواي، بي معطيني قيمتها 5i ناقص 2j، فهان بيقول لي اوجد A زائد B، A ناقص B، B ناقص A. هسا الجمع طبعا بيكون كل هات مع الهات لأختها، يعني I هات تاعت الـ X مع I هات تاعت الـ X هون، J مع J هون. فأنا شو بعمل؟ 3 زائد 5، وبلتزم بالإشارات طبعا، هي 3 زائد 5، وبحط الـ I هات هون ما بنساها، زائد 4 ناقص 2 جي.
بيطلع الجواب عندي 8i زائد 2j. وأكيد إنه عندنا ال a زائد b نفسها b زائد a بتساوي بعض. فأنا لأني جمعت هذا لهذا ما بيفرق عندي، بضلهم نفس الجواب. هسا نيجي ل a ناقص b، باجي بعمل عندي 3i زائد 4j. خلينا نرتبهم بالأول، تمام؟ ناقص إيش؟ ناقص هاي كام؟ عندي هون 5i ناقص 2j. طبعا بس تفوت هاي الإشارة عنا حيعكس 3i ناقص 5i عنا ناقص 2i. نحط زائد بداية، نتطلع عندنا 4j ناقص الناقص 2j، بصير عندنا ايش؟ 6j. تمام، انتبه انه هون الإشارة بدنا ندخلها لجوا فبتعكس مع داخل القوس. هسا بدنا نعمل العكس، b ناقص a، b اللي هي عندنا 5i ناقص 2j ناقص a اللي هي 3i زائد 4j. 5 ناقص 3 2 i موجب، نحط زائد بداية ونشوف ايش اشارة الحد الثاني. عندنا ناقص 2j ناقص الزائد 4 فبتصير ناقص 2j ناقص 4j، بتصير عندنا ناقص 6j. فبنستنتج انه a ناقص b لا تساوي b ناقص a، ما طلعت معانا نفس النتيجة. هسا في حال مثلا قال لك أوجد هاد A زائد B magnitude، بطلعهم أول إشي كفيكتور زي هيك، بعدين باجي بعمل 8 تربيع زائد 2 تربيع اللي هي X تربيع زائد Y تربيع، بتطلع معاي القيمة. هسا إذا قال لي بده إياها يونت فيكتور أو resultant، غالبا بطلعها معاي كمتجه. أما إذا قال لي بده إياها ماجنتيود، بدي أطلعها قيمة تحت إيش؟ تحت الجذر. هسا بالسؤال اللي عندي هون معطيني نقطتين، نقطة بالربع الأول ونقطة بالربع الثاني. النقطة الأولى إحداثياتها 2 على X و4 على Y، النقطة الثانية إحداثياتها سالب 3 على X و3 على Y. بده الديستانس بتوين تو بوينت، والمطلوب الثاني بده البولر كوردينيت لكل نقطة. فهس المسافة بين نقطتين أنا بعرف إنها، أو إحنا بنعرف بالأحرى إنه مسافة بين نقطتين تساوي، بنوزلها، خلينا نوزلها بآر، نعمل جدر كبير ونجيب إكس واحد ناقص إكس اثنين تربيع زائد واي واحد ناقص واي اثنين تربيع. فبنقص الاثنين من السالب ثلاث، تمام، تطلع معاي اثنين ناقص ناقص ثلاث اكس واحد ناقص اكس اثنين، اثنين ناقص ناقص ثلاث تطلع معاي خمسة. انتبه للإشارات، تطلع معاي 5 تربيع، واي واحد عندي 4، واي اثنين 3، بتطلع معاي 1 تربيع اللي هي جذر 26. والمطلوب الثاني بده اياها البولر كوردينيت للبوينت 1 والبوينت 2. البولر كوردينيت اتفقنا انه R مع إيش؟ مع ثيتا. نيجي هسا لبوينت واحد R ثيتا، نطلع قيمة الR برضو من تحت الجذر، حكينا من X
تربيع زائد واي تربيع اكس عندنا 2 وواي 4، بنربعهم تحت الجذر بتطلع معانا القيمة 4.4. الثيتا اتفقنا انها تان للانفرس مطلقة الواي أو مطلقة الإكس. هان عندنا الاثنين موجبات، ربع أول بتطلع معاي الزاوية بالربع الأول، عندي عفوا عندي هان 4 الواي والإكس عندي إياها 2، قانوننا اللي هو واي على إكس بتطلع عندي تان 4/2 وبتطلع الزاوية كم؟ 63. فالآر ثيتا عندي إياها 4.4 والزاوية عندي إياها 63. طبعا هون عندنا إكس وهون واي، فبدي أقسم، بقسم الواي على إكس اللي هي 4/2. خليني أجي للنقطة الثانية، النقطة الثانية بتطلع عليها ربع ثاني، عندي إياها إكس سالب وواي موجب، والزاوية اللي تطلع معاي وين؟ بالربع الثاني. أول إشي بعمله إكس، إكس تربيع زائد واي تربيع نفس الشكل اللي هي 3 تربيع زائد 3 تربيع، وبطلع معاي الجواب برضو 4.2، قريب من الجواب اللي معنا فوق. الزاوية عندي إياها، خلينا أخذها أول إشي مطلق زي ما اتفقنا، اللي هي 3/3، وبتكون الزاوية معاي هون 45، لأنه بطلع تان الإنفرس للواحد اللي هي عبارة عن 45. أنا هون بدي بالربع الثاني، فعندي 180 ناقص الزاوية هاي تطلع 135. فالآر ثيتا عندي 4.2.135. فأهم شيء أتذكر بقانون الديستانس، الفرق بين النقطتين تقريبا، يعني هو هاي اللي بده إياها، ديستانس هاي بطلعها من القانون هذا تحت الجذر x ناقص x تربيع y ناقص y تربيع، بعدين بدي أطلع البولر كوأردينيت اللي هي الآر مع الثيتا. فعنا هان ملاحظة مهمة، بقول لي إذا كانت عندنا شكل زي هيك، إذا كانت a تساوي b، مثلا a هان عندي 5 و b هان 5، أو زاوية ال a نفس زاوية ال b، انتبه إنها بتكون نفسها هون اكس هون اكس، او هون بتكون مع الواي وهون مع الواي. على فرض ان هاي كانت 30، هون بتكون 30 مع الاكس، هون 60 هون 60 مع الواي، تمام. ومعاكسات لبعض في الاتجاه، يعني جايين زي هيك امتداد لبعض، بدنا نيجي نحسبهم بلغوا بعض، يعني لو نحلل هاي ونحلل هاي حيلغوا بعض، فما لهم تأثير بيكون على الرسمة ولا كأنهم موجودين. هسا عندنا مثال زي هيك، ممكن يجيك رسم، ممكن يجيك بشكل كتابي، بقول لك انه مثلا عندنا فيكتور A تساوي 3 زاوية 30، وبذكر لك اياهم الاربعة، لكن غالبا بجيب لك اياهم على شكل رسمة زي هيك. بقول لك find magnitude and direction of resultant، يعني بده اول اشي نعمل بنطلع ال R كمتجه، بعدين بنطلعها كقيمة، بنطلعها كزاوية. نيجي على الرسمة عندي هون، أول إشي بتطلع عليها، يعني بدي أحاول إني أطلع ملاحظاتي أو يعني إيش في بالرسمة. أول إشي بنتبه ل فيكتور بي إنه الزاوية تاعيته مع الواي مش مع الإكس، عشان ما أخربط نص الحل. هاي قلنا بنخلي الكوساين تاعيتها على الواي والساين تاعيتها على الإكس، أو بحولها لـ50 المكملة تاعيتها، وبحل حل الطبيعي كوساين على الإكس واي ساين. الملاحظة الثانية عندي بشوف انه ال A نفس قيمة ال C، 3 هون 3 هون، الزاوية هون 30 والزاوية هون 30 مع ال X، فال C عندي بلغي ال A وما بيكون في داعي انه احللهم. فبعدين بضل عندي المتجه B والمتجه D، باجي على B، باجي عندي على B بعمل أنا بدي أحاول نحللها على زاوية 40 كوساين مع الواي والساين مع الإكس.
هاي عندي هون اي زائد عندي جي. طبعا المتجه بي عندنا وين جاي؟ بالربع الثاني، يعني لازم الاكس سالبي والواي عندنا اياها موجبة. فعندي 7 ساين 40 سالب، وعندي 7 كوساين 40 للجي، أو سالب 7 كوساين 50، 7 ساين 50 جي. هاي وهاي نفس الاشي، هون الزاوية المعاي وهون الزاوية المكملة تاعتها، بيطلعوا معاي قيمتهم سالب 4.5 اي زائد 5.36 جي. هاي للبي، قلنا الاي والسي لغوا بعض، بضل عندي دي. نرجع نشوف وين دي. دي جاية عندي على الواي تماما، ملهاش اكس فيكتور، كلها بس على الواي. فبعمل انه على الاكس 0، اتفقنا انه الاي هات للاكس. بنروح للجي، جاي على النيجاتيف واي اكسس، نحطها سالب 10 جي. بس اول اشي كان بده الار كفيكتور او يونت فيكتور، resultant vector or unit vector. بدي اعمل بي زائد دي، هاي هم مرتبين تحت بعض، الاي تحت الاي والجي تحت الجي. تنزل عندي سالب 4.5 كونه تحت عندي 0، بحط زائد مبدئيا، وعندي موجب 5.36 ناقص 10، بيطلع الجواب عندي كم؟ بيطلع الجواب عندي ناقص 4.64 للجي. هي طلعنا أول إشي عندنا. هسه المطلوب الثاني عندي بده إياها ماجنيتيود. ماجنيتيود يعني بدي أحطهم تحت الجذر، 4.5 تربيع، طبعا لو في سالب بعد بتروح مع التربيع، زائد 4.64 تربيع، ويساوي ندخلها الآلة الحاسبة نشوف كم تطلع معانا. 4.5 تربيع زائد 4.64 تربيع، تطلع معاي 6.46. طلعت معانا الـ R magnitude 6.46. بدي أروح هسا على الـ direction أو الزاوية اللي بتهمني. برجع لوين؟ برجع للـ R vector اللي طلع معاي. بنتبه انه الاكس سالب الواي سالب، يعني ايش؟ يعني ربع ثالث، تمام؟ ربع ثالث يعني 180 زائد الزاوية. الزاوية هاي من وين بدي اجيبها؟ تان انفرس مطلقة للواي على مطلقة الاكس، تطلع معاي الزاوية 46، بجمعها لل 180 وبطلع معاي الزاوية بالربع الثالث. هم اشي هون باخذ مطلقات وبنتبه بأي ربع كانت عندي. عندنا هون المثال الثاني، بقولنا في عندي فيكتور A على شكل AXI زائد AYJ، بقول لي قيمة الـ AX كم قيمتها؟ قيمتها نص A. بدي يعني أطلع الـ AY. أول إشي اللي بعمله برتب شكلها عندي، الـ A عندي بتصير فيكتور A، بصير عندي نص A. هاي هو أعطاني إياها بالسؤال، قال لي الـ AX استبدلها بنص A، بنساش الـ I هات زائد AY على الـ G هات. طبعا هسا إيش بنعمل؟ بنشتغل على المحصلة، قلنا إنه محصلة الـ A، تمام؟ محصلة الـ A شو بتساوي؟ دايما الـ X تربيع زائد الـ Y تربيع. الاكس هان عندي شو قيمتها؟ نص A، ما انسى الـ A، نص A كلهم تربيع زائد AY تربيع. بدي اخلص من الجذر، بربع هون بربع هون، بتصير عندي A تربيع تساوي نص A تربيع، بتصير عندي قديش؟ ربع A تربيع زائد AY تربيع. بجيب هاي هون بتصير عندي 75
A تربيع تساوي AY تربيع. باخذ الجذر وبتطلع معي AY تساوي 0.68 A. إذا أهم إشي بنتبه إنه الـ AX معطيني إياها نص A، فأنا قاعد بحل، ما بنسى الـ A اللي تاعت الـ X أبدا، بنقولها للجهة الثانية تطلع معي قيمة الـ AY برضو بإيش؟ بصيغة الـ A. هسا نيجي للفكرة اللي بعدها اللي هي الاتجاهات. عندي هون طبعا نورث، هون ايست، هون ساوث، هون ويست. الأسئلة اللي بتيجي عليها مثلا زي هيك، بقول لي إنه في عندي سيارة، الرسمة طالعة كلها بالصورة إن شاء الله كلها، بقول لي في عندي سيارة تحركت 20 كيلو متر لنورث، نورث يعني شمال، طلعت 20 كيلو متر هيها هون، and then 35 كيلو متر direction 60 لوين؟ west of north، الشمال الغربي، يعني طلعت هون هيك 60. إذا بيقول لي تحركت أول إشي 20 كيلومتر باتجاه الشمال، بعدين 35 كيلومتر بالشمال الغربي على زاوية 60. إيش بده؟ بده الماجنيتيود أند ريزلتانت ديسبليسمنت. تمام، فيعني إيش بده؟ بده الـ R هاي كقيمة وبده إياها كزاوية. هسا أول إشي هاي عندي هون إياها هون 60، فأنا هون بحطها 120، ممكن تفيدني بالحل. هسا بنشوف. طبعا هسا هاي كيف تنحل؟ هاي عندي هون A، متجه A الحركة الأولى، المتجه الثاني أعتبره B، وبدي إيش أعمل؟ بدي أجي أحللهم. عندي الـ A جاي على الـ Y بوزيتيف، وما عندي إياه على الـ X، فعندي إياه 0i. وعلى الواي شو عندي يا على الواي 20. تمام، عندي يا 20 على الجي لأنه منطبق على المحور تماما، لأنه متحرك لوين؟ للشمال. بالنسبة لمتجه بي اللي هو الحركة الثانية تاع 35 باتجاه 60، كيف بدي أحلله؟ أول إشي بحط هيك بي، وباجي بتطلع الزاوية اللي معنا عوين محور واي. احنا حكينا اذا كانت على محور واي، فاذا بحلل الكوساين على الواي والساين على الاكس. تمام، فاذا طبعا هون ربع ثاني، الاكس عندي سالب والواي عندي موجب، عندي 35 ساين 60 على الاكس زائد 35 كوساين 60 جي. بنطلع ال R as vector، 35 ساين 60 كم؟ من خلال الآلة الحاسبة تطلع معاي 30.3. هون عندي صفر وهون عندي سالب، إذا بتصير 30.3 على ال I. وعلى J عندي القيمتين موجب، فحيطلع جمع 35 كوساين 60 17.5 زائد 20 37.5، هاي 37.5 على الجي. بدخلهم الثنتين تحت الجذر بيطلع معاي قيمة الار ماجنيتيود، هيها از فيكتور الماجنيتيود بكل بساطة. بدخلهم تحت الجذر الثنتين، هاي بدخلها هون تربيع زائد واي تربيع، تطلع معي كم؟ تطلع معي 48.2. هسا الزاوية تاعيتنا اللي بده اياها وطلبها هاي الزاوية، عفوا هاي، فأنا ايش باجي بعمل؟ تان انفرس، بدخل المطلقة للواي، طلعت معي هان 37.5 على الاكس مطلقة 30.3، تطلع معاي قيمة الزاوية اللي هو بده إياها، وبحولها للربع الثاني. في طريقة حل ثانية عشان نطلع قيمة الـ R،
اللي هي من قانون الكوساين. احنا بنعرف انه الار تساوي، نفتح الجدول الكبير، على قانون الكوساين، المتجه الاول تربيع او الضلع الاول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع ناقص 2 الضلع الاول الضلع الثاني كوساين الزاوية اللي بينهم. اي زاوية؟ الزاوية هاي اللي هي عبارة عن 120. عندي ال A 20، عندي ال B 35، الثيتا 120، بطلع معي قيمة ال R لازم تطلع معي نفس هاي اللي هي عبارة عن 48.2. فأنا يا بحل المتجهات وبحل، أو خلينا هسا نشرح عن الفيكتور 3D. تمام، لكن قبل ما نفوت بالفيكتور 3D خلينا نوضح مفهوم بسيط حيلزمنا بالفيكتور 3D، لأنه ألا وهو الدوت برودكت، بنرمز له بنقطة صغيرة مثل A ضرب B، هاي دوت برودكت، والجواب تبعها لازم يكون عندنا ايش؟ قيمة فقط، يعني ملهاش هاد. هسا لما كنا نجمع A زائد B كان عندنا يطلع مثلا XI زائد YJ. بالدوت برودكت تاع ال A ضرب B بيطلع معانا رقم لحاله مثلا زي 16. تمام، مثلا بيجينا سؤال زي هيك بالامتحان، بيعطيني قيمة A بقول انها 2I زائد 7J، بيعطيني قيمة B مثلا سالب 3I زائد 4J. find dot product، شو باجي بعمل؟ بقول له الحل، بعمل زي هيك، بجيب هاي اول اشي برتبهم تحت بعض عشان ما اخربط، هاي 2i هاي 7j، البي بحطها تحت الاي هاي سالب 3i. انتبه للاشارات اهم اشي، لانه الحل كله حيختلف لو خربطته باي اشارة. هسا بضرب الاكس مع بعض اللي هي الاي هات، بضرب الواي مع بعض تاعت الجي هات، قلنا لما اضرب الهات بالهات تنزل واحد، يعني اي هات ضرب اي هات هي قيمتها واحد. فاثنين ضرب سالب ثلاث عنا سالب ستة، بنزلش معاها اشي، زائد مبدئيا سبعة ضرب اربعة قديش؟ 28. فبيطلع جواب عندي 22، زي ما حكينا طلع عندي جواب قيمة. بس خلينا نرجع للموضوع اللي عندنا اللي هو الفيكتور 3D. الفيكتور 3D بيكون معطيني اياها اكس اي هات زائد واي جي هات زائد زد كي هات. فاحنا ضفنا محور زد والهات اللي معاه هي الكي. هسه هان حنتعرف برضه على قانون جديد، قبل شوي كنا نحل الزاوية على التان، هون حنحلها ان شاء الله على الكوساين. هان ممكن يقول لي انه اف اي يساوي 3i 5j 4k، وبي بيعطيني اياها ناقص i زائد 2j زائد كم؟ زائد 3k، وبقول لي find angle between two vector، يعني بده الزاوية بين المتجه A والمتجه B. الحل تبعنا لما نشوف انه angle between two vector حاجي على قانون كوساين الزاوية اللي هو بالبسط دوت برودكت بين المتجهين، وبالمقام ماجنيتيود المتجه الأول ضرب ماجنيتيود المتجه الثاني. خلينا نيجي نحلهم على ورقة. أول إشي خلنا نكتب القانون هون، هاي كوساين الزاوية A ضرب دوت برودكت لل B على ماجنيتيود A في ماجنيتيود المين ال B. أول إشي بنرتبهم تحت بعض A B، ال A كانت عندنا عبارة عن 3 5 4، 3i 5j 4k. أهم إشي اللي انتبه للإشارات، والبي كانت معاي سالب i زائد 2j زائد 3k. فاتفقنا إنه نضرب كل واحدة مع التحت. ومثلا ما كان عندي هون بالبي جي، يعني كانت هاي صفر، شو بعمل؟ 5 ضرب صفر بنزلها صفر،
مش بحطها واحد، لا بحطها صفر وبنزلها ضرب صفر. فثلاث اي ضرب سالب اي عندي مبدئيا هي سالب 3، وخمسة ضرب 2 10، وأربعة ضرب 3 12. سالب 3 زائد 10 7، زائد 12 19. باجي هسا للإيه، بدي أطلع تحت الجذر إكس تربيع واي تربيع زائد زد تربيع. الإكس عندي 3، الواي عندي 5، الزد عندي كم؟ عندي 4. فبطلع الماجنيتيود تاعها 7. بعدين باجي بدي أطلع الماجنيتيود تاع البي، نفس الإشي تحت الجذر إكس تربيع واي تربيع زائد زد تربيع، وبطلع معي قيمتها 3.47. برجع لقانوني هون، وضحت معي الأمور، صار معي كوساين للزاوية، بالوسط عندي قلنا 19، بالمقام عندي 7 ضرب 3.74، بصير عندي الزاوية كوساين انفرس 19 على 7 ضرب 3.74 اللي هي 26 تقريبا. بطلع قيمة ايش؟ قيمة الزاوية. خلينا انوهكم على شغلة بسيطة ممكن تصادفكم بالامتحان. هسا متى بدي استخدم قانون الكوساين؟ متى بدي استخدم قانون التان؟ هسا يعني اكيد حيجينا سؤال انه نطلع الزاوية، فبدي اعرف متى بدي استخدم هذا ومتى بدي استخدم هذا. هسا مبدئيا اذا كان عندك 3D، يعني في عندك اي جي كي على طول، باجي على هذا اللي هو عبارة عن اللي اخذناه قبل شوي، اف بي دوت برودكت على الماجنيتيود بتاعه، تمام؟ وهذا اللي احنا بنعرفه واي على اكس. حلو، اتفقنا. اذا ان كان عندي السؤال 3D باجي هون. هسا انا الاختلاف عندي وين؟ ان كانت 2D، يعني كانت عندي بس اي وجي. حلو، متى بدي استخدم هذا متى بدي استخدم هذا؟ هسا ان شفت كلمة انجل بتوين باجي على الكوساين. ليش؟ لانه هان بيقول لي find angle between two vector، فهان بده الزاوية بين A وبين B، اما هان هو بده مثلا resultant and direction. حلو، هان ما استخدم قانون التان بكون بدي زاوية المحصلة، اما هون لا بالكوساين بكون بدي الزاوية اللي بين المتجهين. فهان الفرق بينهم، الكوساين زاوية بين متجهين، التان زاوية المحصلة سواء إن كانت جمع سواء إن كانت طرح. يعني السؤال إن جاب لك تحليل زي هيك وقال لك دايركشن، باجي وين؟ على التان، لأنه أنا إيش طلعت قيمة R وبعدين طلعت لها الدايركشن تاعها. أما أنا هون لا، بين A و B بدي الزاوية بينهم على طول. يعني مثلا حلو، هاي أنا هون متجه A، مثلا هون المتجه B، هسا هاي الزاوية اللي بينهم، تمام؟ هاي angle between. هسا المحصلة تاعتهم ممكن تكون هون ممكن تكون هون، فزاويتها مختلفة حسب قيم هدول وحسب ال R اللي حتطلع معي، تمام؟ فهاي الفرق بيناتهم، انه الكوساين angle between اذا كانت 2D، والتان resultant and direction زاوية المحصلة. فخليني اجي السؤال اللي بعديه ونكمل موضوعنا. بقول لي انه عندي A 4i زائد 2j زائد 7k، find angles between A and the x y z axis. يعني بده الزاوية بين A وكل محور من المحاور الثلاثة. فاذا انا وين صار شغلي؟ صار شغلي هون على قانون الكوساين. اول اشي باجي بعمله لما اشوف سؤال زي هيك كانوا بده بين الـ A والمحاور، باجي بطلع قيمة، عفوا باجي بطلع قيمة
الـ A magnitude، اللي هي عبارة عن تحت الجذر 4 تربيع 2 تربيع زائد 7 تربيع عبارة عن 8.3. بعدها شو باجي بعمل؟ بحط هيك زاوية الـ X، زاوية الـ Y، زاوية الـ Z، بحط يساوي. القانون اللي عندي هسا أنا طلعت هون إيش؟ طلعت R. شو بعمل فيها؟ باجي بحطها بالمقام عندهم كلهم، هاي 8.3، هاي 8.3 اللي هي قيمة الـ A magnitude. حلو، بحط هون كوساين انفرس، عشان بدي اطلع زاوية، فاحنا اتفقنا انه كل شغلنا على الكوساين انفرس. هسا بالبسط هون شو بدي احط؟ كونه بدي اشتغل على الاكس، فباجي باخذ متجهة الاكس اللي هي 4، اكس واي زد تساوي كوساين انفرس قيمة الاكس 4. واهم اشي بدي انتبه للاشارات، والاكس هان عندي 4 على 8.3، الواي كوساين انفرس، عفوا الواي كوساين انفرس لا 2 على 8.3، والزد عندي كوساين انفرس 7 على 8.3. فانا بطلع اول اشي قيمة الاي ماجنيتيود، تمام، بحطها بالمقام، والكوساين ما انساه انه هون شغلي كله على الكوساين، وبالبسط بحط قيمة الاكس الواي الزد مرة. طبعا بالسؤال ممكن هاجب لك اياها بين ايه وزد على طول، تمام، فانت بتيجي هون على طول بتطلع قيمة الاي، بتحطهم كلهم تحت الجذر، بتحطها بالمقام، بالبسط بجيب الزد اللي هي ايش 7، باخذ لهم كوساين انفرس. ونسأل الله ان نكون قد وفقنا في شرح هذا الشابتر، طبعا شابتر بسيط، افكاره مش معقدة جدا، لكن بدك تنتبه للزوايا، برضه بدك تنتبه للاشارات، وبدك تحل شوي شوي بهذا الشابتر، وان شاء الله علامة الشابتر هذا مضمونة، يعني افكاره مش معقدة جدا، وان شاء الله كلكم بتجيبوا علامات منيحة بهذا الشابتر وبتضمنوها. نلقاكم ان شاء الله بالشابتر الرابع.